وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي عزيزاتي المشاهدين والمستمعين، أهلا بكم ومرحبا وسهلا معنا الليلة في برنامج في رحاب الثقافة والأدب الشعبي. هذا البرنامج اللي نسلموا فيه علينا في الأرض المحتلة، ونهنوا فيه الأمة الإسلامية كاملة بمناسبة هذا الشهر المبارك، ونتمنى للجميع قبول الصيام وقبول القيام وقبول القراية وقبول الزكاة وقبول الذكر. الله تبارك وتعالى والله يجعل لنا وعليكم الشهر رحمة وشهر خير وشهر نصر للانتفاضة، نصر لنضالة للصحراء، نصر للشعب المظلوم، ونصر جميع المظلومين في الحياة العالم. من خلال هذا البرنامج نسلم على رايب عبد الجعب شكر التلفزة الوطنية، هي الأولى اللي تحت لي هاي الفرصة اللي نسلم فيها على الناس في الأرض المحتلة كاملة وعلى الصحراويين اللي ما كانوا، سواء منهم جالياتنا في الشمال، والله جالياتنا في الجنوب، والله جالياتنا في أوروبا، رانا مسلمين عليهم كاملين، ونقول لهم عن ما خالف شيء كبير الوحدة الوطنية والتنظيم السياسي. وهذا عاقب دين مولانا يحتفظوا بالتنظيم السياسي والوحدة الوطنية ويتحافظوا عليهم ويقوموهم. راه هو العدو، عدو موسخ. هاي المملكة اللي قالها مملكة بلا حدود، مملكة بلا حدود، مرة حدودها شرب نهر السنغال، ومرة حدودها قاع عند القطب المتجمد الجنوبي، ومرة حدودها بشار، ومرة حدودها تونس، ومرة حدودها ليبيا، ما نعرفين حدودها من اللي قالها مملكة بلا حدود. وكذلك مملكة بلا حدود في نسخ مسخة مسخة قبالة، ما عندها ما هو المخدرات والخمور والقبلية، بها اللي مملكة قبلية، بها اللي حكم العائلة ما قد يعد يكون قبلي، وبها اللي ما تنص على الوحدة الوطنية، وبها اللي ما تنص على المساواة، خايفة حد لا علي السوا مع العائلة المالكة، عايدة العائلة المالكة، خلق من نور ما هي خلق من ماء وتراب، خلق من نور وما سي عنها قاع، وراهي ما يبقى المساواة ذلك عدو لهم بالنسبة لهم. وحذاري الشعب الصحراوي البطل كامل من هذا العدو الماكر اللي ما هو باخذ حاله يشتت وحدة البيت، اطمع في أرضنا وعاد يطمع في عقولنا، عاد يطمع في عقولنا، ومنين قلبتوا قلبوا تشتيتنا بالأرباب والقنابل النفالة وبالأسلاك الشايكة والأرباط الرمل وبالصواريخ وبالطيائر وبالإشاعات المغرضة، منين قلبوا هذا عاد لا هي في شتتنا بالقبور، القبور العظام الناخرة عاد يشتتنا به، هاي زاوية الفلان وهاي زاوية الفلان وهذا قبره الفلان وهذا جده الفلان، وزوروا جدكم نعاونوكم، وزوروا جدنا الله يرحمه ما لنا صايرين، من يقول لكم زوروا جدكم قولوا لي عندنا هند الهند بلاط وضربة من التراب بمشروع 12 من صورة الإخلاص وكافي، احنا كاملين إلى زر جدودنا ما أنا نافعين ما فعلها الجليل ما أنا زايدينهم حسنة، والله لما زرناهم ما أنا ناقصينهم، حد يرسلهم فدوة ويخليهم عنه، من يعود قاع من يعود له يمسوا من الوحدة الوطنية، والله يمسوا من أبسط شعرة من الوحدة الوطنية معناها عنه، الحيين اللي أتلاقوا يشتوك بها للصحراء اردموهم، والميت اللي أتلاقوا يشتتكم زيدوه ردم ممد زيدوا عليه قدام قامتين من التراب، معناها عن الوحدة الوطنية، راهو العدو عاد يحاولكم بها طامع في عقولكم، والشيوخ ما الشيوخ انتخاب الشيوخ شيخ القبيلة الهولانية اللي قد الأخبار قاع شيخ ناجح، لكن الشيخ اللي راه بدهم العامة وراه بدهم الشعب وراه بدهم النضال وقابض عهد الشهادة، لكن نوع من الشيوخ شيخنا كاملين، شيخنا كاملين لا كاملين عائلته، وذاك الشيخ الفاشل اللي خرص عندك ريعاته ويفر في مصيريناته، ذاك ما هو ذاك الشيخ كريشتو، ما هو شيخ أهل الصحراء ولا هو شيخ أحد من أهل الصحراء، ذاك لا شيخ كريشتو، ذاك نمذوا قاع ونزرقوا بعيد، أنت يا سامع، أنا قاعد أشرك الناجح، الناس كاملة أهله، والناس كاملة ملكه، والناس كاملة صوت عليه، والناس كاملة طلعت، أنا قاعد الفاشل ما راح رجال، ذاك هو اللي عود يري بس في القبيلة هنا أهل العائلة قوموا معي ادحوا بيا بتيتا طافية، ادحوا بيا كان الرانكي لا رانكيت وطيرك انت سامو، من يدحوا به عقبهم العشاش والنبغى يهرب عنهم ملعنا قاع، ذاك النوع من الفشل حذاري اهل الصحراء منه، وذاك النوع من التخمام، وذاك النوع من القبليه،
راه هي العدو الوحيد عاقب العدو القزو القبلي، وهو الوسائل العدو راكب على القبليه حرك لعل تنساوها، قوموا زوروا خافوا تنساوا، قوموا زوروا جدكم لعل تنساوا، يحرك القبيله يسمي رقاش باسم قبيلته، يسمي كذا من يضايقوا مرتين يقولوا ضايقة القبيله الفلانيه، هذا الفلانيه أفضل والله مرتين الناس مالهم رقده قاع كامل، هذا نوع من اللعنه ونوع من نوع من اللعنه. ايوه عاقب ذاك يدور يخسر عقولكم، باش في المنطقه الخمر مشرع ومشرع المخدرات، هذا ليش يدور يدوسكم بعد قاع منين تدوسوا ما تعتمد عليكم بطانيه ولا تعود عاد فيكم روح ولا يريح الشباب، منين يضيعكم اللي ما قتل منكم صفاه جسديا بالسلاح يصفيه جسديا بالمخدرات. ورقاش عاد بلا عقل مات، ما حد بلا عقل مات، حد عاد مدمن على الخمر مات، حد عاد مدمن على المخدرات مات، معناها عنو راهو يدور ينفيكم عن اخريكم بهذا النوع من الاعمال الخبيثه. وهذه المملكه اللي ترعوا فيها راهي كيف كراتشو ما تعيش ماهو بلاد ممسخ، بيئه طاهره ما تليق لها ابدا، بيئه فيها المساواه وفيها عدم الخمر وفيها الصله الزينه وفيها التراحم الزين اللي ما تعيش فيه هذا ما يقدر يعيش فيه. تعيش الله بيئه ممسخه كيف كراتشو، على انكم حذاري من مكر العدو وحذاري من التفرقه، ومسلمين عليكم وطالبين لكم رمضان سعيد، رمضان كريم، رمضان رحمة، رمضان تآخي، رمضان وحدة وطنية، رمضان جهاد ضد العدو القاسي اللي ما يدور فيكم شربة ماين اللي يدور فيكم من الوجود يكاد يسرق ثرواتكم، هذا هي يسرق عليكم ومن الذي يسرق عليكم يحاربكم به، يسرق حيواننا ويحاربنا بحيواننا، هذا هو قد خالي بل عنكم وعاو عدو حاذري. معنا الليلة في هاي الحلقة الفنان مداح رسول الله إبراهيم ومدو، معنا الفنانة اللي طاري على البرنامج فاتشاركت معنا في حلقة ماضية ينقالها سالمة منت محمود، سالمة منت محمود، سالمة منت حمودي راهي مسرحية، ومعنا الفنانة اللي صديقة البرنامج ومن عائلة البرنامج من أسرة البرنامج اللي هي بشرة بنت عبد الله، وحاجة اللي عن الناس كاملة راضية عنها جزاها الله خيرا، ومعنا العازف على آلة الأورج هيفا ودبارك، معنا محمد ولا أحمد بابا ولا أحمد زين على آلة الجيتار الكهربائي، معنا الشاعر العظيم محمد أمين والمحمد المهدي والملاي زين، معنا الشاعر الخير والمحمد أمين بن زيد ولا عبد الله بن مبارك، معنا الشاعر الانتفاضة سيد إبراهيم والسلام والجود غني عن التعريف، معنا الشاعر الشاب الناضج شيخنا ولد سيد أحمد ولد الحميد، معنا الشاعر الشاب الناضج راشدهم كاملين طول العمر وصلاح الدارين أحمد ولد نبات ولد يوسف، معنا الشاعر الشاب يسلم ولد محمد ولد الشيخ ولد البشير، معنا الشاعر الغني عن التعريف حقيقة عنه غني عن التعريف الزعيم ولد العلال ولد الداف ولد الدين، راجي في الله عن عود هذا في مستوى ذي اللي زين عند المشاهدين والمستمعين، وشاكريكم بعد معكم هذه الحلقة بشيء يسمعونا بسرعة وشكرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على النبي محبوب الشافي شافي من العلل ودوايا القلوب ومطيل العثرات العثرات
ومقيل العثراتي عثراتي ومفرشة الكروبي يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي سلامي يا سلامي أين الحبيب محمد يا النبي الأعلى فمدح والله الشيء فوت شباب نعمة ملوب الكلية صاب اللي لبي يا صابو صاب المسالت صاب اللي صابو لبي صاب اللي صابو محمد خير البرية نمشي في القوم الواعد ونحضر توتم ما أدفع. وهاي تخليني أنا ولا حد يشوي.
الله الله حد لي يسمع ردات فوقها سيني كرها لا هذا هون اللي البشير طلع عمال الول السوداني هذا من بجدور هيش قال يقول عاد حال البيضان يبان ما ذاكر عنهم معهود ولا ثلاث الناس البيضان جابر في الحياة شود لعن الله واجه ما تليت تشوفه فوق راشيا العقل نوش وينتاش ولا تليت تفاصل فلاشا قام خلف مهدود قعود فيه زاد وعاد تطفى الشور زهو الدنيا موجود ذاك باش امتان التشواش يا العقل وفي البال يكود عاد حال البضاء يبان ما ذاكر عنهم معهود ولا تليت ولا تليت الناس البضاء جابله في الحياة شو الله اللحاح الله اللحاح الله اللحاح هو شوفهم فاقوا والله لا تقولي شوفهم سرق ذا هو جاء كلمات لحم الهوات هداوة الهيف تكلم وخيرت كذا هو جاي في التاريخ شهد خلد 20 مات الشعب في كل بلاد أسرق كذا هو جاي قلد 20 ما الشعب في كل بلاد عيد 20 زيد تحيا دولارات عيد 20 يزيد لعياد ولا يرد خرص كم الشهيد فات عليه استشهد خرص كم الشهيد فات عليه استشهد نصرك هو جاي في التاريخ شهد في التاريخ شهد خلد 20 ماي الشعب في كل بلاد خلد 20 ماي الشعب في كل بلاد
عيد العشرين زيد لعياد ولهيرك خرس كم الشهيد مات عليه استشهد خرس كم الشهيد مات عليه استشهد نصرك لهو جاي فيه التاريخ شهد خلت 20 ماي الشاب في كل بلايات خلت 20 ماي الشاب في كل بلايات عيد العشرين يزيد عيد العشرين عيد العشرين يزيد لعياد وذاك جد فيه الشعب تنظم وتقال وتوحايا فيه الشعب تنظم وتقال وتوحايا الله لا يوم عدال الكيان يوم عدال الكيان ثورتنا تومجايا سابق هذا مكان حتى يصد لحياة سابق هذا مكان حتى يصد لحياة نصرك ذا هو جاي في التاريخ شهد خلد 20 ماي يا الشاب في كل بلايات خلد 20 ماي يا الشاب في كل بلايات يوم على الكيان ثورتنا تمجد ثورتنا تمجد سابق هذا مكان حد يصد لحياة سابق هذا مكان حد شعب قريب وبعيد شعب قريب وبعيد شعب قريب وبعيد المصير يحدد المصير يحدد حي عهد الشهيد واللي قد استشهد حي عهد الشهيد واللي قد استشهد نصرك هو جاي في التاريخ شهد خلد 20 ماي يا شهيد يا شاب في الله الله حح الله الله حح الله الله لا يبكمكم راجل عبد الجليل يوقي بك انت يا احمد يوقي بك احمد قاعه في البيت سوري يوقي بك انت احمد اح اح لا إله إلا الله Bye.
زعيم ايه يلي بشوي من الفضة موسك لأخوتك يوم الضي قضيت بتاريخ قضى وسمحت وسمعت راي الشيانة ايوه الخير والسلام لا تنسى نار انت لظى مقام الخايل لما نقاف سروح حقه متوضى لوح الخيانة عجلانة فضة بالخيانة فيها ايوه ليف وعين وقافي هانة للسمعة والدنيا بيها قرش عنها ما تقان اعوذ بالله السميع العليم والله لا اخوي والله لا حد بغل مهابة يابة عن شفيه تعود شابة يتحزم ودير شبابة للسانه ويعود يعانى الأهل ويعدلهم غابة فيها شخصيته مصانع ايوه يا اخوي حد جبر للعرض مهابة يطلع راس جبل محانة فضة بالخيانة فيها ليف وعين وقافي هانة للسمعة والدنيا بيها قرش عنها ما تقان زين حتى وحد قدر عهد الخالدين فرط في الدارين الثنتين دار الكذب ودار اليقين ما خمم ربي بعدانا لا قدرت علي شي شي أمين يا مولا ولا وقفت روحي حشمانة بين يديك ولا بين يدين الشهادة يا مولانا ولا فوجاه الصحراويين يوم اللي توقف مدان الأرواح وتحصر المداين بجساد علاية عطشانة والحلوق انشافة والعينين من طول الخلعان اشفانا فضل بالخيانة فيها ليف وعين وقافيهان للسمعة والدنيا بيها قرش عنها ما تهان ما تهان الله 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 ما تهان بعض الله رجيف الله لا يبك ما كان شاب بسم الله ايش قال يسلم يقول محمد السادس ما غشماه يدور يشتت شعب اصيل قام الشعب وخيب بسعاه ونعتلوا باطن ورضي محمد السادس ما يفهم من ذا الشعب على عهد غسم وصخبار بكم من الدمره وذاك على ذاك دليل وكم من حد على الارض عزم من شريح ومن معتقيل في الاحباس يظل مصمم بالاضراب الشهر على الوكيل والحق باط بلوغ القمم وبحبال الوحده كظفتي للوحده بها متحزم ما قهر ذا من طول الميل ذاك اصهب طل واغوى وزعم زعيم من الصبح لليل وعظم وروج ورفدهم نار المبات والنقيل متحدي جيش العرم رم قد البطش وقد التنكيل محمد السادس ما غشماه محمد السادس ذا لعين اصله كافر ما فيه الدين مسخير حجابه متن العين صفف تيله ذاك الغزيل بدل دين الله المبين وبدينه في امه اسرائيل محمد السادس ما غشماه محمد السادس ما لامه دميره يفرغ في احكامه بالتشريد على دوامه الذمي الشريف ونبيل صغير ضعيف تخمامه متغشمي مقلوب الزنبيل يغمع الابطال اللي راموا هذا من التعذيب وتنكيل الابطال اهل الثورة قاموا بالثورة جيل في جيل في جيل شرعوا في اسباب انعدامه والحق يكروا لا بدين محمد السادس ما غشمه محمد السادس متبريه خرط على قده باسريه متبريه ولا يقبل به شعب الصين يعيش في تذليل غويزي مولانا خازيه جويعان وخاليه الويل امر الغدرة ما هو في ديه الغدرة في دين الجليل والملك لله الخاطيه بلا قوة وبلا سبيل محمد السادس ما غشماه بدور يشتت شعب الصين قام الشعب وخيم مسعاه ونعتل باب من راضي حياك الله محمد السلم ايه شيخنا نقول يا الشباب الهم مصيك يا الشباب الظرف مصيك لي كلا بالهم وتم تحزن بالهم يجازيك وتغاليدك والغيم وتحزن بيهم برادة صلبة من أجل السيادة عسي قرك ملكي ذادة ذيك طريق الما فيه الهم للشعب ولا فيه إفادة للشعب ولا قط تقدم في الشعب وهو اللي بادة للشعب ومن ذقاع عطم خيانة عهد الشهادة يحكم عنك منه فعظم وباش تقدم الشادة تنشد بيك على انك مهتم عود انت بلد البزرادة واغسم بالهم وبيه اهتم الشعب اقسم والغيادة غسمته الجيش قبيل اغسم يا الشباب الظرف مصيك عليك الا بالهم وتم تحزن بالهم يجازيك وبتغاليدك والغيم وحذر يا الشباب من اسباب الخراب وعود الشباب اللي يعرف خطورة خراب الشعوب وعاش في خضم الحروب ورمت تنكاب الحروب الليرة ويتم وهجر وتلوجه في تراب ما تراب والله أعلم نجبر في اللوجه من العذاب ومن قساوة الأرض وللم راسه شاب ومن صاب وشاب راسه في النضال والعظم نخسر في النضال ولقاب عن دميره لعطى من دم في النضال وعهد الأحباب في النضال
وتمم سقم عهده في النضال والأشاب عهده في النضال وقد تمر والنصر ودم بسحاب وعادت نبعت ريح وتنشم سحات سحاب النصر وجاب منج النصر النصر وتم نجد الشعب مقيع ما راب فيه الموجب يا غير الهم يا الشباب الظرف مصيك عليك كلا بالهم وتم تحزن بالهم يجازيك وتغاليدك والغيم خالك قاف مشى معايا سعيد والدمام يقول حد مودع فيه المولى من مزال صغير عاد عنه فيديه المصقولة عهد الشهادة يتقادى ذاك شلو بيخون الدولة وشلو بيخون الشهادة الله هلا حاح والله هلا السلام عليكم مبدانا قلناه في 70 وعلى ذاك العهد انتموه الفات مخمم الحويسين والسادس مزال مخمو لقد تخلطنا قاعلين نفتصل والله نضم الله 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 منين ثورتنا نادات قمنا رجالة وعليات وعطينا الأولاد والمنات وابينا عنا ننضم وطفينا نيران القزات اللي خصوا فينا ويعموا وزرفنا وحدتنا ونمات وعيون النضال يجموا وبنينا قوتنا بالذات وبدينا من فم نحمو تحت اقدام القزات وجات انتفاضتنا وطمو ذاك اللي وسات وقزات وعليه الشعب نسمو ذاك اللي قلناه في 70 في الجبهة وعليه نتمو شعب الصخرة من مذاله قايم بالثورة بكماله لا يبغى يكون استغلاله عاطي ماله فيه ودمه ويتموا في المجد أجياله ويبنوا بالوحدة ويرموا ويتموا ماس النضال ومقفض بالثورة كمه وما عمه حد ولا خاله هو خاله حق وعمه لكن اللي قلناه 70 في الجبهة وعليه انتموا وراهم بعد القوزات رجاوا للصحراء يسوى قد الراو في الصحراء واسوى كم اعطاه محال علينا ننضموا ولا دارونا نتخلاو بالفتنة والله نسموا لاهي بالوحدة نتوضى ويا الشعب وبيها نتيموا لاهي بالثورة نسوا ولا يغفل ثوري عنهم ولكن اللي قلناه في 70 في الجبهة وعلي انتم أحيا يا صانع الأمجاد يا ضام تحت المشوش يا روح الزنفة والجهاد يا روح الزنفة والجهاد والعب الثوري والصمود شكال سيد إبراهيم انت تقول اني شاعر الانتفاضه ولا ابدا انت من الله والله والله يا اخوي هي قاع حد ما ذكرها ما ذكرها قول من واد الذهب القليمي ملاسه تأيد بلا حدود ايوه تضامون جديد وقديم ما في العالم مثله موجود اللي فيه نشيد من هون مظاهراته المدون للي ظلت اهلا للتضامون واللي ظلت للتضامون اهلا دوما وبلا قيود عبر الاثير لا معلوم تأييد ما هو محدود في ذاعات وتلفزيون في الإعلام بلا تردد تضامن منثور وموزون بحماس فاق ومنشود الانتفاضة يوصل من هون بيات التقدير المحشود الانتفاضة اللي تظل تصون دوما للعهد بلا البيت تجود دهرا للعهد البيت تذود على الاستغلال اللي مضمون تحقيقه واليوم موعود حتما آتي مهما تكون تضحيات الفرد الوجود واللي من صحراء وفي الكون تأييده مصيوب ومقيود متواصل ما يرجع من دون جنوب المغرب المقصود بالتضامن وأهل المدون بالتضامن وأهل المدون المحتلة لهم مشهود بالنضال في نقر السجون عقود في عقود في عقود والرحمة والمجد المصيون للي ما استشهد والخلود في الحركات وفي السكون شكر اللبوءات والوسود الانتفاضة فيها محسون ظن الشعب بلا تردد من وادي الذهب القليمين لا ستأييد بلا حدود تضامن جديد وقديم ما مثل في العالم موجود الله الله حش قال الخير ايه ردهون فاقوا لقد ايش ايه تم حد ينشد ايش قال الخير هون لا شوي هون حول الغبلية وقلت مزاها يطيرها أصل ما يمزي الشي وصل يحرق يقول الغبلية عبر الفات هي بقايا من فتات الجهل والخلو والويلات والعقليات المشلولة ما بها الأجيال وقرات ولا فتحت بيبان الجولة ما فعلها الجلي الغبلية عبر الفات هي بقايا من فتات
الجهل والخلو والويلات والعقليات المشلولة ما بها الأجيال وقرات ولا فتحت بيبان الجولة ولا فتحت باب الصفارات في الدول ولا عاد الدولة بين الدول بين الدول ولا بها جات بعثة صحية مرسولة للشعب تخفف معاناة اللجوء وتعاب الزولة على وطن بها قذات صولات من أعداء المولى وأعداء الشعب ما خلات صدر في تراب ومبلولة الله اللحاح الله اللحاح غير من غير منين الدولة بتنات من منقع وحدة مصدولة ثم طياف الشعب تجنات كلمتها وحدة مصدولة في الدول والمنظمات ما هي قبيلة معزولة مزوقة فطرة في الشتات لا قوتها ولا حولة تمشي بيها دريها الجاد كل بلد منه مسلولة مجهولة لا تقلع ضيقات عند حلقات مسلولة وبهذا الصبحة مزاها ومسعاها مثل مجهولة وفطن ما قطه مسعاها جابت نتيجة للدولة الله اللحاح الله اللحاح الله اللحاح حياك الله الله لا يبكركم راجعين قنين قنين فرزين من يوم وعزم ما يخفى الشعب ناضل باستمسال باني ظن سكال وندو حمد ولا يزيد قول من يوم وعزمه ما يخفى الشعب ناضل باستقصال بان يظل مسيس وجهه بالوحدة ناخذ الاستقلال زين حتى متحمجي جيت ولا خليت يا الوحدة بت ولا جوليت من لقنا قطعا تافل ويت من شي زين بشكرك ينقال ايوه من كرن قصي لا لقيت نبدع يا الوحدة ماني مال وعرفت اني قد القنيت ما نلحق في الشكر اخر خال الابطال سقط وبقيت بين الشعب نكرر في الحال من يوم وعزمه ما يخفض الشعب يناضل باستمسال بان يظل مسيس وجهه بالوحدة نافذ الاستقلال الله 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 لا يبكرك قلنا يا الوحدة ما مسموح وحدتنا تمتس بجروح قلنا الوحدة ما مسموح وحدتنا تمتس بجروح قتلت واخذ الجسم الروح والله ياخذ باقي مازال مناضل للوحدة نصوح من الابطال الهوم الابطال اولاد الشعب قد يبوح ما باح بياسر من الاعمال لهوم فيه رفود طروح طوال الصد الله يقصار من يوم وعزمه ما يخفض الشعب ناضل باستقلال شوفوا من بلد ثاني الله 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 هذا الغنسين يا زعيم الغنسين هذا الشباب عاد خطير حياهم الله حياهم الله زين عندي نضجهم السياسي هذا صغر السن ما شاء الله هذا النضج السياسي وذا الوعي وذا الفهم بالمحيط والفهم الله لكم مونة هما خير خلف اللي ماني عارف شنو خير خلف اللي ماني عارف ذلك سابق خير هو من خير هو من السلم ها الله لا كرام فصل فوق فوق نسمعوك بيجي بيك يا الله 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 قبيل جارة جارة من عندك أمي قال إنه مسحوب وعلي
بقيمة ميون قال انه مسحور وانا يا وي يا وانا وانا مشكلة الوقت هذا ما حد يجبر شيء يجبر ردات زينات بليده يخترق ما يحرك عنها الله إن شاء الله 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 إنا لله الخير بعد ما ذبحنا باقي مشي ملاه زاد حد يلقي فيها الأخلاق اللي في أخلاقي ما يبان مني وشي بيه الكذب كان ولسان ما هو كان كان غير وياقة خناقي عن قولاني لو باللسان وعن تجراحه في أخلاقي إنا لله الخير بعد الحقني احكي لله تحكي يقول هو انت شواش عاد اللحن الارض من يوم غايب عنها مريت الكيف حين مرياها ولها صايب الله لك انا وحدك يلا تشواش عاد اللحن الارض من يوم غايب عنها مريت الكيف حين مرياها ولها صايب ايوه يا خي مرياها واعر يجبر ما هو بالحر وبالصبر ايوه والله جيش رهم انصر تارك الاعداء صايب زعمه وابطال في كل شر وثقل من اللي بجاي ما عمره في الحرب انكسر معروف علون حايب تشواشي عاد اللحني الله لك انا وحدك يا ارضي من يوم غايب عنها مريت الكيف حين مرياها ولا صاي يلي الاعداء يهزمتهم ومحاسيدك حشمتهم واركان الدوله قمتهم بالحنكه والعجايب من ظلم الظالم شلتهم ورصيت لهم مهايب من الاحتلال اعتقتهم والمنفى والمصايب كافيك عدمك صمتهم من بطش والشوايب وانتصاراتك جبتهم للشعب اللي بينهم رايب تشواشي عاد اللحني الارض من يوم غايب عنها مريت الكيف حين مرياها ولا صاي الله اللحح الله اللحح من اجلاش والنيران تتقاد عرش المملكة دراج الجبل متساد عرش المملكة دراج الجمال متساد عرش المملكة دراج الجمال متساد والله والله ايش قال هم هي لا الشباب هذا والماني متعين لا عجلت شكر الشباب وراني فتبارك الله قلت بارك مقال لساني شباب الصحراء قام شاب في بحور العلم ولا ارتاب بالجد والاجتهاد طاب الأول ما هو وراني شباب الصحراء كل باب عنده مفتوح ولاني محتاج وصايا للشباب بي راس خفذهان يهوان عليه اللي صعب ومن القاصي للدان ما قطملنا في خاب يستحق التهاني مدفع فيدو فيدو كتاب وقلم عنده سيان هذا الشهادة فيه ماب خلش حقق لمان وعن لمجاد والأخلاق ياب وافتفاح ومتفاني فالمدون ولاقط ياب ثاير ما هو وراني وبلا انتفاضة فمصاب الأهداف معالي يعاني من قمع عدوه بلا حساب وسط المغرب براني وفي العالم شيء ما في العالم شباب داب متفوق كيف وثان شبع لذاك وفيه شاب الدوني والله لساني الشعب الطول به الرقاب والساس الدولة باني ما غريبة شباب جاب درجة شعب وليحان لاستغلال الغير والصراب حق له بالعاني ما نتعين لاجب أنا خابط لي خير حياك الله يا سيد ابراهيم سلام الجدود لقيت في الشباب على بابه تلقى الشاطر الله
بعد نسلم عليكم كاملين ونسلم على المناضلين كاملين. السلام وصل علينا وعليه السلام والله وخير. يقول عن هذا الطلع هو مات عند الشيخ يقول عقب هذا الطلع لا هو مات يطلع التاليات من غناها ان شاء الله. يقول يا عقل العقل مفتولين قبل تعود في كون الوجود ومنين عليك الجديدين استولى وتقبل القيود. لا لك انا وحدك الله لا. كم تحديت من السنين مهمول الى حول العشرين. وكم مهملت من أركان الدين وش وديت في حق المعبود كم من ضيع من فرض العين شنه تقديمك للموجود يوم الوعد انت كنت منين هذا باب البيت المعهود هذا باب البيت الموعود وهذا الوقوف الملكين جاوب بلصون الصمود ملفك عند الكاتبين بمان الأعيان الشهود والبحث أهل صريانيين بل منين الجواب يكون وانت تناجب بين ايدين لله مطلوب الله مطلوب الردود يا عقل العقل مفتولي قبل تعود في كون الوجود ومنين عليك الجديدين استولى وتقبل القيود زين حت وتبع لها طليعه ثانيه ونبقى فيقول راجع عند الحي الرؤوف ليله نمسه تحت اللحود ما نتلقى حزن ولا خوف يا الله لا نوقف مغدود ويلي ما نرجى كون انت ولغيرك ما شور ولفت خفف ذنبي يوم البغت تسحبني على الاحباب قعود راني ضيفك فاصل حتى نطلب نجده من باب الجود راجع عند الحي الرؤوف ليله نمسه تحت اللحود ما نتلقى حزن ولا خوف يا الله لا نوقف مغدود رجل عند الله رجل كاملين عند الله الله يعطيه غفران الذنوب ستر العيوب الله لا يجبر ما هو الشيء يبقي في الدار ولا يمكن الدار راجع عبد الجليل بهذه المستمعين اللي حكى الزعيم الوالد وعدال وللداف وللديك
لاهي واسو ختام مسك حلقتنا هذه. تواجدين معاكم الى لقاء ثاني. راجي في الله ان نلقاكم لقاء ثاني زين، تعودوا على صحه جيده. تواجدين معاكم الى لقاء ثاني، دمتم اوفياء لعهد الشهداء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.